مدغشقر أقدم ديانة في مدغشقر هو الدين الإسلامي. أول دين دخل إلى هذه الجزيرة هو الدين الإسلامي، وبعدها بدأ الاستعمار والتبشير ودخول النصرانية، حتى يعني أصبحت هذه الدولة دولة نصرانية، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية. وهذا لا شك أن هناك يعني تقصير في دعوة هؤلاء، فلا بد أن نتعاون لتعليم هؤلاء وإرجاع هؤلاء إلى الدين الإسلامي.